ولمتابعة الأوضاع في الجانب المصري من معبر رفح ينضم إلينا مراسل إكسترا نيوز الزميل كريم رجب. كريم، بعد التحية، أبرز ما لديك من مستجدات حتى الآن. نعم حور، يعني منذ دقائق معدودة أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية عن استهداف جنود إسرائيليين في ضمن القوات المتوغلة في غرب مدينة رفح وتحديدا في تل زورب، واستهدفتها بقذائف الهون، فيما أيضا استهدفت فصائل المقاومة آليتين عسكريتين تابعة لقوات الاحتلال شرقي مدينة رفح وتحديدا في منطقة الشوكة، فضلا عن وجود اشتباكات في هذه اللحظات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في شرق مدينة رفح وتحديدا في الجهة الغربية من معبر رفح من الجانب الفلسطيني. يأتي هذا أيضا في ظل القصف المتواصل والعمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال على المناطق المختلفة في مدينة رفح الفلسطينية وتحديدا في منطقة تل السلطان ومناطق عمق رفح، والتي استهدفتها أيضا بالغارات الجوية وكذلك القذائف المدفعية التي لم تتوقف على مدار الساعة. خلال الساعات الماضية أيضا نفذت قوات الاحتلال عمليات نسف لبعض البنايات والمنازل الخاصة بسكان مدينة رفح في المناطق الشرقية ونسفتها بالكامل، مما أدى إلى وجود أو كان هذا أيضا يصاحب وجود أصوات انفجارات كبيرة خلال الساعات الماضية. إذن العمليات العسكرية لا تزال مستمرة، بالإضافة أيضا إلى أن قوات الاحتلال استهدفت بالمدفعية تجمع للمواطنين في منطقة تل زعرب وأدى إلى وقوع مجموعة من الشهداء والمصابين وتم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس، بعدما خرجت كل المستشفيات وكل المنشآت الطبية والصحية في مدينة رفح عن الخدمة نتيجة للعمليات العسكرية المستمرة، فضلا أيضا عن انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات والتي أدت أيضا إلى وجود صعوبة في الوصول إلى هذه المناطق وعدم القدرة على التواصل بين الأطقم الإسعاف وغيرها من الأطقم الأخرى التي تقوم بهذه المهام في عمليات نقل المصابين والجرحى إلى المستشفيات المختلفة. أيضا هذه العمليات المستمرة أدت إلى يعني خروج بعض منظمات العمل الإنساني من مدينة رفح باتجاه مناطق أخرى في قطاع غزة لكي تستطيع أن تواصل مهامها الإنسانية، وتحديدا المطبخ العالمي والذي أعلن انقطاع خدماته خلال هذا اليوم في مدينة رفح الفلسطينية بسبب العمليات العسكرية والهجمات الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال، مما أدى إلى وجود صعوبة في تقديم هذه الخدمات لسكان ونازحي هذه المدينة. على الجانب الآخر نفذت إلى معبر كرم أبو سالم عدد كبير من الشاحنات الخاصة بالمساعدات من الأراضي المصرية، وهي الآن تخضع لعمليات الفحص والتدقيق، وهذه الأمور التعسفية والتعنتية من جانب قوات الاحتلال تجرى الآن على هذه الشاحنات بعدما تسلمتها فرق الأمم المتحدة. خلال الأربع أيام الماضية استطاعت الشاحنات المصرية أن تعبر إلى قطاع غزة، بالإضافة أيضا إلى دخول ما يقرب من 12,000 طن من المساعدات الإنسانية والغذائية لمختلف المناطق في قطاع غزة، ولكن هذه الكميات مع إغلاق المعابر كما وصفتها الأمم المتحدة هناك انخفاض كبير في دخول المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع بنحو 67% منذ أن سيطرت قوات الاحتلال على المعابر وأغلقتها بالكامل، مما أدى إلى وجود نقص حاد في هذه المواد، بالإضافة أيضا إلى تعرض مناطق كثيرة من قطاع غزة إلى المجاعة والتي تفشت في أرجاء القطاع. أيضا خروج الرصيف العائم الذي دشنته الولايات المتحدة الأمريكية عن الخدمة، بالإضافة أيضا إلى أن المعابر تعد الآن هي الوسيلة الأفضل لدخول هذه المساعدات، ولكن مع العمليات العسكرية المستمرة والهجمات الشرسة من قوات الاحتلال على مختلف المناطق في قطاع غزة يؤدي إلى وجود صعوبة في وصول هذه المساعدات إلى بعض المناطق التي تشهد قتالا عنيفا وهجمات مستمرة من جانب سلطات الاحتلال. جزيل الشكر لك الزميل كريم رجب مراسل إكسترا نيوز على هذه الرسالة الوفية.